انت يا بنت يا كرم، ردي عليا يا بنت. فيك ردي ايه؟ البنت شربت ازازة الدواء كلها، البنت بتروح مني، كله منك يا حموكشة، منك لله. اتصل بالاسعاف بسرعة، يلا انت هتفضل تبص لي كده. انا لو بنتي حصل لها حاجة مش هسامحك يا حموكشة العمر كله. فوقي يا بنتي فوقي فوقي، وهعمل لك اللي انت عايزاه، مش هخليكي تقعدي في البيت، خلاص هخليكي تكملي تعليمك، وهوافق على العريس ده وامر لله. استهدوا بالله يا جماعة، ان شاء الله خير. يا دكتور والنبي طمني. اطمني اطمني، هي شوية وهتفوق، الحمد لله عدينا مرحلة الخطر. الحمد لله، شكرا يا دكتور. العافية مدام، على ايه ده شغل؟ الحمد لله يا رب. ماما انا فين يا ماما؟ كرمة الحمد لله، الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا بنتي، معلش ما تزعليش مني، انا اسف. الحمد لله على سلامتك يا بنتي، معلش يا بنتي ما تزعليش منه، خلاص هتروحي الكلية وهيعمل لك كل اللي انت عايزاه وهيوافق على عريس. انا لسه هفكر يا بابا. ايه هتفكر؟ بقول لك يا حموكشة، انت لسه من شوية قلت انا موافق على العريس. وبعدين يا ابني احنا هنلعب ولا ايه؟ بابا بجد انت وافقت عليه؟ وافقت. شكرا يا بابا، ربنا يخليك ليا يا رب. بس انا لازم اشوفه الاول، ممكن ما يبقاش كويس زي ما انت بتقولي، لازم اشوفه واسال عليه. والله يا بابا هتلاقيه كويس جدا، كل الناس بتشكر فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده يوسف، انت عرفت ان انا هنا ازاي؟ هبه قالت لي ان انت هنا في المستشفى، قلت اطمن عليكي. مين حضرتك؟ ان شاء الله ده يوسف يا بابا اللي قلت لك عليه. ايه ما شاء الله، الله اكبر. وانت ايه اللي جايبك هنا ان شاء الله؟ ولا دي حموكشه، احترم نفسك يا ولا. ايه ده، في حد عامل الضيوف كده؟ انا جيت اطمن عليها بس يا عمي، والله يعني عشان هي زميلتي وكده، وبعدين انا كنت قايل لها انها تكلم حضرتك ان انا عايزه اجي يعني اتكلم يعني اتقدم لها وكده. ايوه يا ابني يا حبيبي، هي قالت لنا تشرف يا حبيبي في اي وقت، شوف عايز تيجي انت وعمك موافق، يعني من حيث المبدا هو موافق، هات اهلك بس وتعالى. انت بتتكلمي بالنيابه عني ليه؟ على اساس ان انا خرصيت؟ اقعدي ساكته ما تتكلميش تاني. بجد يا عم انت موافق؟ مش الست هاني قالت لك موافق؟ هات اهلك ونشوف يا ابني بالراحه. هو باباكي مش طايقني ليه؟ لا هو مخضوض عليا. بس انت بتقول لها ايه؟ بتوشوشها بتقول لها ايه؟ انت مش عامل اختبار ان احنا موجودين ولا ايه؟ في ايه؟ بالراحة يا حموكشة. بابا هو بيطمن عليا بس. ماشي اطمنت، يلا عشان البنت تعبانة وعايزة تستريح شوية، مع السلامة. تمام يا عمي، فرصة سعيدة ان انا اتعرفت بيكم، والف سلامة عليك يا كرم. الله يسلمك يا حبيبي، مع السلامة. يلا هو الراجل ده مجنون ولا ايه؟ ايه يا حموكشة اللي انت عملته ده؟ انت اتجننت يا راجل؟ في حد يعامل الناس كده؟ بالراحه يا ابني، مش كده، ايه قله الذوق دي كده يا بابا؟ انت زعلته جرى يا بت، انت من اولها تقولي زعلته ومش زعلته، في ايه انا ولا هو؟ وبعدين انا نظامي عاجبكم عاجبكم، مش عاجبكم من اولها نفركشها. عاجبنا؟ عاجبكم يعني. ماشي اهلا بيكم، منورين. وانت يا حبيبي بتشتغل ايه؟ انا شغال مع بابا يا عمي، شغال معاه، عندنا مصنع كبير وشركه بشتغل معاه، وعندي شقه وعربيه والحمد لله. يعني ما تخافش على بنتك، هتعيش ان شاء الله كويس. انا بنتي عايشه كويس اصلا. فين يا اخويا كرمه؟ خلينا اشوف عروسه ابني. يا اهلا وسهلا، نورت وشرفت والله. الشرف لينا يا ام كرمه، ممكن نشوف العروسه بقى؟ عينيا حاضر. كرمه تعالي. يا ما شاء الله الله اكبر، تعالي يا حبيبتي اقعدي جنبي. حاضر يا كرمه. يا ما شاء الله الله اكبر، جميله، ربنا يخليها لكم. تعالي يا حبيبي اقعد هنا مكان. نعم بقول لك اقعد هنا. خلاص انت ما كنت تسيبهم قاعدين جنب بعض يا ابو كرمه؟ لسه ما حصلش حاجه، لما يبقى يحصل حاجه يبقى يقعدوا مع بعض. بالصلاه على النبي كده، انا عايز لبنتي شقه مفروشه سوبر لوكس، مش ناقص منها حاجه، والعفش يجي لها من بره. حاضر يا عم. وعايز يتعمل الفرح بتاعها في افخم قاعه. اكيد يا عمي طبعا لازم. وبعدين في ابن الصرمه ده. وعايز لها عربيه. طبعا اكيد لازم اجيب لها عربيه. وبعدين بقى، وعايز المهر 1,000,000 جنيه، والمؤخر 2,000,000. يا عمي اكتر من اللي انت بتقول عليه ده بكتير، انا هدي لها اللي هي عايزاه واللي انت عايزه. كارما عندي غاليه، وعمري ما هفكر ان انا اسيبها. على خيره الله، نقرا الفاتحه بقى. اسكتي انت، حد قال لك اتكلمي؟ مش خلاص وافق على كل طلباتك؟ يبقى على خيره الله، اقروا الفاتحه يا جماعه. يا بنت الجزمه صدق الله العظيم. الزغرات على ايه؟ انا لسه ما قريتش الفاتحه. طب ما تقراها يا ابو كرمه، ولا انت مش حافظها؟ انا مش حافظها، عدوا عليا بقى بعد شهرين ثلاثه اكون حفظتها.
بيهزر، ايه ده الفتحة يا حموكسة؟ ده انا هاجي اديكي بالجزم. خلاص بدل متفقين على كل حاجة، الفرح الشهر الجاي. ايه فرح الشهر الجاي ايه؟ مش هلحق انا كده اهو. مش هتلحق ايه؟ ابوظ الجواز. نعم بتقول ايه؟ اجهزها. اطمن يا ابو كرم، عندنا الشقة جاهزة مين ما جميع، يعني مش محتاجين اي حاجة. على خيرة الله. ويا بنت الكل، انا بقول خير البر عاجله، وبدل كل حاجة جاهزة والعيال متفقين يبقى الشهر الجاي يلا. وبعدين في الخانة اللي عايز قطعه ده. على خيرة الله. مبروك يا يوسف، مبروك يا كرمة. زغرتي زغرتي، ده انا هوريك الويل. الشربات بقى يا جماعة، احلى شربات. اشربوا قهوتك يا بعيدة. عن اذنك يا جماعة، بقول لك ايه، من مكانك ما تتحركش. هو في ايه؟ مبروك يا كرمة، الله يبارك فيك. عشان تاني مرة ما تتكلميش في حاجة ما تخصكيش. في يا بابا؟ مفيش مفيش. ايه ده؟ في ايه يا ماما؟ مفيش يا حبيبتي، ده انا اتكعبلت وقعت عادي. انا يستحيل اسيب لك بنتي. ايه ده؟ حموده ولا ايه؟ تعالى يا حموكش ربنا يهديك. ايه ده؟ ايه الشنطة دي؟ هروح اقعد عند بنتي كارما كام اسبوع واجي. كم اسبوع يبقى البنت هتتطلق.